وربما يعني صانع الأمثال الشعبية لو لقى مكان أو لقى مثل أو لقى موقف يتكلم فيه فمش هيلاقي أكتر من المواقف الصعبة اللي عدت على الإنسان. زي ما بيقولوا كده، المواقف كاشفة، المواقف كاشفة، المواقف بتكشف الصديق الطيب من الصديق الشرير، مواقف كاشفة إنها بتبين قد إيه المحنة من المنحة، المواقف بتبين هل الصديق بالفعل وقت الضيق ولا مفيش أصلا صديق. سؤالنا النهاردة اللي موجود على صفحتنا على الفيسبوك ربما يكون سؤال فلسفي شوي، ولكنه في النهاية أنا بحب هذه الأنواع من النوعية من الأسئلة، إن هي بتورينا تجارب ناس كتير جدا، كل واحد عنده تجربة شخصية قدر إن هو يتغلب عليها، زي ما بيقولوا كده يعني بلغة البلوجرز وبلغة الإنترنت، تحدي، بس تحدي حقيقي، تحدي حقيقي في الحياة، مش تحدي فيك على الفيسبوك أو على اليوتيوب. التحدي الحقيقي اللي انت واجهته وقدرت تصنع منه خبرة حياتية، قدرت تصنع منه درس مستفاد، قدرت تقول ان انا طلعت فيه او طلعت منه بفايدة ليا وفايدة للآخرين، ايه هو؟ ايه هو اكتر موقف صعب عدى عليك؟ ايه هو اكتر موقف صعب عدى عليك وقدرت ازاي تواجهه؟ سؤالي موجه لجمال، تقدري تقولي ان عندك موقف صعب عدى عليكي؟ والله يا استاذ مصطفى هقول لك يعني لا، مواقف كتير حقيقي، كتير جدا يعني، يمكن متابعين البرنامج من زمن يعني من وقت ليس بقليل، والتوب فانز شايفين عارفين انه من اصعب المواقف اللي عدت عليا في حياتي كانت وفاه بابا الله يرحمه. طبعا خاصه انا بعتبر ان السن اللي بابا توفى فيه سن شويه دقيق، لانه ولا انت صغير قوي بالزبط. على ان انت ما تبقاش مدرك وقع الصدمه، ولا كبير قوي لو عندك عيله بقى واسره ولاد تهتم بيهم فتتلهي. ايوه كنت في الوقت اللي انت بتبتدي تخرج فعلا فيه للحياه، يعني اللي هو كان سن تقريبا 21 سنه او 22 سنه، كان الوقت اللي انت كنت لسه بخرج فيه للحياه واشوف ايه اللي بيحصل والشغل، فكان كان موقف صعب ويمكن اتكلمت فيه قبل كده، فمش عايزه اعيد نفس التجربه تاني، مش عايزه نبدا اليوم كده مع الناس بموقف صعب، لكن خليني اقول لك مواقف تانية كمان عديت بيها. انا شخصيه شويه ما بثقش في الناس بسهوله، او مش ما بثقش في الناس بسهوله زي ما بيقولوا كده في اوروبا والدول الغربيه مراحل. يعني I don't open up، ما بفتحش حياتي كلها بسهوله للناس، ممكن يبقى عندي معارف كتير جدا، ناس كتير جدا ممكن بعرفها بخرج معاها، بس محدش يعرف قوي قوي يعني الداخليات او الاسرار أو, او او ناس قليله جدا، مش خبص مني ولا، بس انا ما بعرفش احكي ولا حرص والله، يعني انا شخصيتي كده، انا عامه شخصيه ما بعرفش قوي اشتكي، ما بعرفش قوي طول الوقت ابقى بتذمر وبحكي مشاكل، انا ما بعرفش اعمل ده يعني. ف خليني اقول لك انه مش هحكي لك موقف بعينه، لكن انا لما بثق في حد ثقتي بتبقى عمياء وبلا حدود، ودي مشكله، دي مش حاجه صح، انا بقولش ان دي حاجه فيا بقى، وعارف انت الناس بتاعت اوحش حاجه فيا طيبه قلبي والكلام صح, صح. لا انا مش الشخصيه دي خالص، بس يعني انا بحس ان انا شويه بحب لما يكون حواليا ناس او الكومفورت زون او الدائره المقربه مني، بحب ابقى قاعده مع ناس انا مطمنه لها جدا، ما عنديش حتى ما بقاش ببذل مجهود او بعمل انك تتكلفي او مجهود عشان مش اتصنع حتى ان انا اركز في الكلام اللي بقوله. يعني بحب ان الدائره المقربه مني الدائره المقربه مني تكون الى حد ما شخصيات اكون قادره اتكلم واقول اللي انا عايزاه في اي وقت في اي لحظه، وحتى لو قلت سر حاجه عن عيلتي يبقى يعني عارفه ان انا مع اخواتي يعني. وبالفعل عندي صحاب من سنين، يعني عندي صحاب بجد يتخطوا ال 20 سنه وصحاب تتخطى ال 15 سنه، يعني عندي الناس دي الحمد لله. فخليني اقول لك يعني عشان ما توهش الناس معايا، انه من اصعب الحاجات اللي عدت عليا لما اكون بثق في اشخاص وتطلع غير جديره بالثقه، بتبقى مشكله بالنسبه لي، لانه انا مش ببقى مديه اخوانا تماما طبعا، يعني تماما. ونحن بتعرف انا وانت بنحب الابراج قوي، فبرج القوس الى حد كبير حقيقي لما بيعتبر شخص مقرب لي حقيقي ما بيبقاش فيه حدود، وهو برج دغري بيسموه القوس لان هو مباشر جدا على طول جدا، يعني اللي عندنا خالص ما بيعرفش يلف ولا يدور ده ابدا ابدا، يعني بحبك بحبك وهتبقى عارف ان انا بحبك بالافعال والكلام وكل حاجه،
احنا نيوترال او احنا زملاء او لطاف او معارف او بنحب قعده بعض هتبقى عارف، ولو ما فيش بيننا وبين بعض ود هتبقى عارف بس هيبقى في احترام ستيل يعني. ف من اصعب الحاجات او المواقف البايخه يمكن اللي عديت بيها لما يكون في اشخاص انت وثقت فيهم واعتبرتهم من اسرتك او اعتبرتهم ناس مقربه ليك خانوا هذه الامانه، وخانوا هذه الامانه. انا يمكن بتصدم لحد النهارده في النقطه دي، طبعا بقيت اكثر حرصا، ولكن بعد ما بتصدم انا عامه ما بضيعش وقت كتير قوي في الصدمات بصراحه، جرحي بيلم بسرعه زي اجدع حاجه. بس لا حقيقي كل صدمه من الصدمات دي ممكن الناس تعتقد انها عدت بسرعه او انت بتعدي بسرعه، لكن في الاخر هي بتسيب اثر جواك طبعا، وبتسيب علامه جواك. ويمكن بتعلم الى حد ما ما اقفش عند المواقف الصعبه او ما اقفش عند الازمه اللي انا وقعت فيها. دايما بحب ابص للجانب المشرق من الحياه، دايما بحب ابص لنص الكوبايه المليانه، نص الكوبايه المليان زي ما بيقولوا، واشوف انا اتعلمت ايه بدل ما اندم. هو ده ازاي قدرت تواجهه بالظبط؟ واجهته بان انا دايما عارفه ان ربنا بيقدر لي الخير، دايما ربنا كاتب لي الخير. الاشخاص دي لو كان خير ليا انها تفضل في حياتي كانت هتفضل، وكانت هتفضل موجوده تحت اي ظرف بالظبط. ولو هم شر ليا او انا شر ليهم بالمناسبه، يعني مش شرط طول الوقت ابقى انا يعني الملاك خالص، ممكن نكون احنا الاثنين مش خير في حياه بعض، ف ربنا بيبعدنا عن بعض. وهنا كلامي عشان محدش يفهمه بس غلط، انا مش بتكلم في علاقات تماما، انا بتكلم حتى صحاب ايا كان نوع المعرفه يعني صحيح. او نوع العلاقه ايه. فعندي ادراك، انا اعتقد انه اي موقف تقدر تعدي بيه مصطفى تعدي منه فعلا انت كذبت. هو اليقين، فكره اليقين بالله انه انت مدرك ان ربنا دايما بيعمل اللي في مصلحتك، ودايما ربنا بيعمل الخير، ودايما حقيقي بيخلي الاشخاص اللي انت محتاجها على الاقل في الوقت الحالي واللي تناسب رحلتك والدرس اللي المفروض تتعلمه. فمش لازم ابدا نمسك في اشخاص زياده عن اللزوم، ومش لازم نمسك في حاجات زياده عن اللزوم. يمكن ده اللي انا اتعلمته خلال قصتي اللطيفه دي، وده اللي انا فعلا بحاول اتعامل بيه. صحيح بزعل طبعا، صحيح بقف عند مواقف، لكن في نفس الوقت دايما يقيني بالله يقيني زي ما بيقولوا كده. انت بقى ايه المواقف الصعبه؟ والله انا اكتر موقف صعب عدى عليا ان انا قعدت 5 سنين في بيتي من غير شغل. ده صعب قوي قوي قوي، وخصوصا لما عندك اسره، عندك اطفال في مدارس، وانا بشتغل مهنه شاشه، يعني انت النهارده موجود بكره مش موجود، الدنيا السوق النهارده قلاب زي ما بيقول. بس قدرت اتوجه بيها ازاي او قدرت اواجهها ازاي، ده كان الدرس المستفاد. انا قعدت ادور انا اكتر حاجه بفهم فيها ايه، فلقيت انا بفهم في الكتابه. طب انا هشتغل ايه؟ هشتغل افلام تسجيليه. اشتغلت افلام تسجيليه، بفهم في الاخراج، فاشتغلت اخراج في حاجات انا بعرفها، ده بجد على فكره. فاشتغلت ده واشتغلت ده واشتغلت حاجات يعني في نفس مهنتي في نفس مجالي، ما بعدتش عن مجالي، وقدرت اطور نفسي في حاجات فادتني لما رجعت كمذيع. يعني ما خليتكش كده بالبلدي زي ما بيقولوا كده ايه، تصدي تبقى بعيد عن الموضوع، لا انت لسه اوير بكل اللي بيحصل. اشتغلت في احد المنصات بتاعت السوشيال ميديا، مسكت قسم الوثائقيات هناك، قدرت ان انا اطور الدنيا واعمل حاجات عن روسيا وعن الصراع الصيني وعن المشاعر، مواضيع كتير مختلفه. هو زي ما بيقولوا كده بلغه النيوز ان هاوس، بس طويل شويه. الان هاوس ريبورت اللي هو التقرير الداخلي، بس هو طويل شويه يعني حوالي 10 دقائق. الان هاوس في لغه النيوز بيبقى 2 3 دقائق، احنا كنا بننط نخليه 10 دقائق بس. ببساطه شديده يعني انا قدرت اتغلب على القصه ان انا ما اقعدش في بيتي. ولما رجعت للشاشه والحمد لله انا اهو نورنا والله حبيبتي الحمد لله، لما رجعنا ده فادني. لو كنت استسلمت وكنت قعدت وكنت قفلت الدنيا، كانت الدنيا مقفوله فعلا قدامي، وكنت خسرت كل حاجه حرفيا حرفيا بمعنى الكلمه، مش هاخد في التفاصيل، انا خسرت كل حاجه. كانت الدنيا اظلمت تماما في وشي، ولكن الواحد قدر ان هو يواجه الموقف ان هو فعلا يكون إيجابي ويتعامل مع الموقف بإيجابية، ويشوف هو يقدر يشتغل إزاي وما يقعدش يندب. لا أنا النهاردة عندي مهمات أو عندي حاجات مهمة لازم أعملها. صحيح دي الفكرة. يعني إحنا على أي حال مش الغرض خالص من السؤال إن إحنا يعني نبقى بنحكي حاجات سلبية على الصبح لحضراتكم، لا بالعكس، إحنا بنحاول إن إحنا نقول لكم ونسمع من بعض كده إزاي قدرنا نخرج من المواقف الصعبة. كل واحد عرف إن هو يغير
الحال اللي هو فيه ازاي وبايه. خلينا كده نتكلم مع بعض ونعرف من حضراتكم ايه اكتر موقف صعب عديتوا بيه وازاي قدرتوا تواجهوا هذا الموقف. ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، واكيد مستنيين اجابات حضراتكم عشان نستعرضها مع بعض في حلقه النهارده. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر.